الأم، وما أدراكم ما الأم؟ تهز الأم المهد بيمينها والعالم بيسارها. على ما قاله نابليون، أما فقدانها فهو يهز الروح ويهدها. هذه أنا قلتها مو نابليون. كان للأم أثر كبير في حياة أصدقائنا الأدباء والشعراء، والفقدها أثر أكبر. اليوم راح أسولف لكم عن قصص مؤثرة حصلت مع الأدباء كانت بطلتها وبدون منازع الأم. أنا فهد التميمي وأنتم قاعدين تشوفون ما يخفى عليك. يلا نبدأ. فقدان الأم أمر صعب على كل إنسان، لكنه أصعب على الأدباء والشعراء والفنانين. ليش؟ لأنهم بالعادة يشعرون أكثر. بما أنهم أسياد التعبير، كتب عدد كبير من الأدباء عن أمهاتهم ووصفوها ووثقوا أحياناً أحداث حصلت لهم مع أمهاتهم أو لحظات فقدانهم لها. تعددت الكتابات والسبب واحد: الأم أساسية في دنيا الأدباء. والدة صخر أخو الشاعر المعروفة بالخنساء كانت مثال للأم المتفانية والمضحية والحنونة مع ابنها لما احتاجها بجنبه بعد تعرضه لإصابة بالغة، على عكس زوجته اللي ملت حالها الضعيف. صخر دخل في معركة ثأر مع القبيلة اللي قتلت أخوه معاوية، وقاتل بشجاعة وبسالة، فأصيب على أثرها إصابة بليغة. ولما عرفوا الناس باللي حصل معه صاروا يسألون أهله عن صحته، فكان جواب زوجته: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى. أما إجابة أمه، ولأنها أم طبعا، كانت تقول: أصبح صالحا بنعمة الله. شفتوا الفرق؟ بطبيعة الحال ما فارقتها لحظة ولا أصابها كلل أو ملل من رعايته، على عكس زوجته. وبعد وقت طويل أحس صخر بتحسن كبير بصحته بيوم من الأيام، وأنه قادر على الوقوف، فحاول أنه يقوم من سريره، وبالفعل قام ووقف رغم تعبه، وقال لأهل بيته: ناولون سيفي لأنظر كيف قوتي. ولما ناوله السيف كان وده يقتل زوجته فحاول، لكن قواه ما أسعفته فوقع بالأرض واشتد عليه المرض بعدها الحادثة. وعلى فراش الموت قال هذه الأبيات المشهورة له: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. لعمري لقد نبهت من كان نائما، وأسمعت من كانت له أذنان. وأي امرئ ساوى بأم حليلة، فلا عاش إلا في شقا وهوان. على صعوبة اللي عاشته والدة صخر وابنها طريح الفراش قدامها، فهو قطرة في بحر اللي عاشته والدة هدبة بن الخشرب، وهي تحاول تخلص ابنها من الموت بعد ما لفت المدينة المنورة على أقدامها وهي تنادي: أكرموا أسيركم. الشاعر العربي المعروف هدبة بن الخشرم قتل ابن عمه لأنه أفحش في شتم أخته، فما تحمل الوضع وأنهى حياته. ولهذا السبب انسجن بالمدينة المنورة وبقي دهر كامل مكبل بين القضبان إلى أن يكبر ابن المقتول ويحكم بأمره. في هالأثناء والدة هدبة كابدت العناء وتجردت من كل هناء، لدرجة أنها طافت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على رجليها عشان توصي الناس خيرا بابنها المأسور. فكانت تنادي بأعلى صوتها لأهل المدينة: يا إخوتي أهل المدينة، أكرموا أسيركم، إن الأسير كريم. كبر الطفل ورفض الدية والعفو، فكان مصير هدبة القصاص. اجتمع الناس عشان يشوفون التنفيذ الشرعي للحكم، وانساق هدبة ليواجه مصيره على رؤوس الأشهاد، فوقعت عيناه على والديه فقال مرتجلا: لا أراني اليوم إلا ميتا، إن بعد الموت دار المستقر، اصبر اليوم فإني صابر، كل حي لقضاء وقدر. وهكذا ضربت عنقه على يد ابن عمه ومات. عن هذا التماسك اللي تحلت به والدة هدبة بالضبط
تكلم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد ووصف أمه في ليلة كان العقاد فيها يبعد خطوة عن الموت، كيف بقت صامدة بجانبه إلى أن خارت قواها بعد ما سمعت بالخبر السعيد. مع أن العقاد كان على وشك الموت، انتبه لقوة إيمان والدته وتماسكها. والدته جلست ساعات طويلة جنب السرير وما فارقته لحظة واحدة، وكانت تخفف عليه وتحاول تحسسه إنه بخير. وبقت على هالحال صامدة قوية لين ما جاء الطبيب وفحص العقاد وطمن أهله إن اللي تعرض له مجرد عارض صحي وما في خطر على حياته. فبعد ما طمنت بالها عليه سقطت مغشيا عليها. يخبرنا العقاد عن قوة والدته تلك قائلا: وقوة الإيمان في والدتي هي التي بنت فيها العزيمة ليلة احتضاري. نعم أيها القارئ الكريم، ولا تعجب، فقد احتضرت قبل نيف وثلاثين سنة كما تخيل عوادي في تلك الليلة. فإذا بالوالدة هي الإنسان الوحيد الذي يتحامل على نفسه إلى جانب سريري ليقنعني أنني بخير، وتنطوي على ذلك ساعات وهي على عزيمتها، حتى جاء الطبيب أخيرا وأنبأهم أنه عارض غير ذي بال، فإذا بالمحتضر قد نجا، وإذا بالمواسية قد سقطت مغمى عليها. ولما ماتت أمه بعد سنوات من الحادثة قال بحزن كبير: وعندما كنت أزور أسوان كان أول ما أفعله هو أن أنزل من القطار وأهرع إلى غرفة والدتي وألتصق بها، فلما توفيت إلى رحمة الله لم أدخل غرفتها حتى الآن كي لا أراها فارغة منها. أما والدة صديق درب العقاد إبراهيم المازني، كان دعمها لابنها وقت مرضه على طريقتها الخاصة، فما يطب فم المازني دواء إلا وهي شاربة منه قبله. إنها الأم يا سادة. عن هالفعل اللي يفيض حب وحنان واللي انطبع فيه من أيام الطفولة بدون شك، كتب الأديب المصري إبراهيم المازني بمذكراته: ومن حنانها العجيب أنها كانت إذا مرضت ووصف لي الطبيب دواء لا تدعني أجرع منه إلا بعد أن تجرع هي منه. فلما حال الموت بينها وبينه قال بكل حرقة: إني لجليد في العادة ولكن موتها هدني، فقد كانت لي أما وأبا وأخا وصديقا. يعني ببساطة كانت كل شيء له. للشاعر والكاتب المصري زكي مبارك قصة مؤلمة هدتها أيضا في وفاة والدته، خاصة إنه ما قدر يشوفها لآخر مرة ويودعها قبل لا تموت بسبب امتحانه الجامعي، فكان موتها أصعب امتحان له. صحى زكي من نومه في صباح أحد أيام سنة 1917 الميلاد بعقل متحفز وروح منطلقة ليجري أول اختبار له بالجامعة المصرية. وفي وقت اللي وصل فيه إلى مقر الجامعة ودخل قاعة الامتحان بثقة عالية، كانت أمه تنازع على شفا حفرة من الموت، وكان أبوه إلى جانبها قاعد يطببها لوحده. فلما عرفت أنها خلاص ميتة لا محالة، طلبت من زوجها طلبها الأخير وهو شوفة ابنها الوحيد قبل لا تموت. والد زكي المسكين كان يومه يصارع الأمرين، زوجة تحتضر وابن يختبر، أسقط في يديه ولا عاد يدري وش يسوي. فدع الله إنه يهون على زوجة سكرات الموت ويوفق ابنه في اجتياز امتحانه الصعب. وبعد دقائق معدودة لبت الأم نداء ربها دون ما تحقق أمنيتها بأنها تشوف ولدها الوحيد. بالوقت هذا أنهى زكي مبارك امتحانه وكان راجع البيت مبسوط باللي حققه، لكن ما كان عارف إن الحياة مجهزت له امتحان أصعب. فلما وصل البيت كانت الفاجعة إن أمه ماتت بدون ما يلحق على شوفتها لآخر مرة أو حتى وداعها. وبسبب اللي صار كان زكي عتب كبير على والده بأنه ما طلب منه يجي يشوف والدته، فكتب يقول: هل أبي يعرف أن توديع أمي في لحظاتها الأخيرة أحب إلي من جميع المغانم العلمية؟ بينما الأديب السوري علي الطنطاوي كان موجود بوداع أمه، فوصف لحظة الصلاة عليها بشكل مؤثر بقوله: بكيت بلا صوت، كانت دموعي تتساقط وأنا صامت،
بكيت أمي وإن لم أستوحب تماماً حقيقة مصابي بها ولم أدرك مداه. أنا بعد 4 سنين أبلغ 80، ولكني كلما ذكرتها أحسب أني صغرت حتى عدت طفلاً رضيعاً كان يأوي إلى صدر أمه، يطلب فيه الحليب غذاء جسده والعطف طعام روحه، وكذلك يحس كل ولد مع أمه. وقال في نهاية بكاءه على أمه: وإن كنت أتمنى أن أخسر 9 أعشار ما أملك من مال اقتنيته وكتب ألفتها وشهرة نلتها ومناصب تقلدتها، وأن تكون قد بقيت لي أمي. فقد الأم جرح غائر ما يبريه طول السنين، ومكانها ما يعوض أهل الأرض مجتمعين. أي والله، وكل لحظة مع الأم لا تقدر بثمن. قوموا لأمهاتكم قبل ما تتمنون هالأيام ترجع. أطال الله في عمر الأحياء منهن ورحم الأموات. هذه كانت حلقة اليوم مما يخفى عليك. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.